السلام عليكم اخوي كانجرو يا جماعه. اليوم مقطع غريب ولكن جميل جدا، راح كثر راح اسوي عن 35 لاعب يا جماعه، راح اسوي عليهم ردد. المهم وش جديد قاعد يبلش يا جماعه، ومن الكاكو عدل الانتر، نشوف رده فعلي على اللاعب، نشوف رده فعل مهارات تسديدات اهداف صناعات للاعب الانتر الجديد رايح يعار من تشيلسي، هذا نعرفه طبعا، ولكن صور رده فعل، نشوف مهارات اهداف. شوف رومان الكاكو، لا تنسوا سبسكرايب انستغرام تيك توك تحت الوصف، تيك توك تحت في الوصف. يلا عمي خبرات سنين وترن اون نوتيفيكيشن، حط الاشعار سي في ام اس بي ام ام. هذه القناه يا جماعه كل ردات فعل على اللاعبين الجدد للانديه، راح اسوي عليهم رده فعل مع هذه القناه. نبدا نشوف الجرت اليوم كان لوكاكو اليمين وين اليسار، شغال شغال الله مبروك الصفقه. هذا الجول يمين بالزاوية على هوجو وعلى نورينيس، والله تذكره بس الريمونتادا الهستورية هي في هرنانديز، وقتها قدم مباراة العمر. لوكاكو لا لا يا جماعة بالاحتياط اللعبة، يعني عبوها طوبة لوكاكو القوة البدنية الورناح بدون ضياع كماس الزاوية كورة. حلو حلو مهاجمون قاعدين الوتر قدام وكابين الكرة بقوة بدنية جدا، يسحب مع مدافع ولاعب قادم من خلف بدل كل باريلا يستحق أي مساحة اللي هذا الجول ذكره أول جول من الانفجار، وسجل هدفين بهذه المباراة من الانفجار والكافيس. لا نقول لك عنده أهداف، لكن مو مطلوب منه 10 أهداف، مطلوب منه 20 فوق، هذا مطلوب منه كلام لاعب قدم أداء جيد، لكن مطلوب منه شنو؟ ممتاز عقيمة اليابوبية، مطلوب منه عالي بصراحة. شوف اللاعب لاعب مهاراته لا 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 لاعب يكون كرة قوة البدنية، ما لازم ما تظل معه فوق الخمس ثواني، أقل شيء خمس ثواني بعدين ما فوق الخمس ثواني كرة راح تنقطع منه يعني اللي أنا سيادي ما له سيادة وخمسة ما ضمن معه وايد، لما ينزل تحت يستلم تمريره يسحب معه مدافع، هو ينزل يسحب معه مدافع صح؟ يظل معاه خمس ثواني يسيطر شي بجسمه، خمس ثواني مع المدافع، بعدين شنو؟ يلعب تمريره يكون في لاعب قادم من الخلف يستغل المساحه اللي سحب فيها المدافع، يروح هناك اللي كله بارين. لا اشوف افضل لاعب يسوي هذا الادوار في الانتر يسويها. لا يا جماعه راسيات والله لا غبار عليه يا جماعه، بالفطره بالفطره بالراسيات يا جماعه، لاعب مؤسسيات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. إعارة مدة سنة مع خيار شراء على ما أظن، وأظن ضمع خيار شراء على ما أظن خيار شراء ضمع خيار شراء ضمع يشترون الإنتر، راح يبدا معاهم راح يشترون راح يرجع. شوف مين شايف يسار شخص شوف يستلم كرة بجثته قوته البدنية يسيطر عليه بهدوء، بس ما ظلت معاه خمس ثواني، خمس ثواني سيطر. شوف 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 الهدوء، لاعب هادئ أمام المرمى، مو مرتبك مو رح يمسترلينج، لا لوكاكو يا بيتو هذا يبتو سترلينج إنه البديل. لا تشوف طبعا هذه المباراة لا كان مبدع 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 لوكاكو بالأدوار التكتيكية، وشوف التتبع شلون متوقع الخطأ أيضا بالاتياب عنده خبرات براتية ثقة هدوء، لاعب عنده ثقة بنفسه هادئ أمام المرمى يهدى يسجل كذي. شوف ينزل العمق سحب معه مدافع وراح المساحة. شوف 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 مني أتذكرها ولا أتذكرها يا جماعة، أتذكرها أتذكرها لفته وعلى طول ما شاف الزاوية، شوف ما شاف شيء شافها على طول ما شاف الزاوية. أيوة أنا شايف سجل سجل لاعب هذا الجول يا جماعة الخير، ما في لاعب يسجل كذي باليمين. لا لا شوف هذه المهارة اللي سواها والله ما خليني اتكلم،
والله ما تخليني اتكلم يا لوكاكو، يعني لازم بس شوف واستمتع. انا بشوف واستمتع في البومبر والله صفقة جميلة جدا يا جماعة. ألف مبروك جمال الإنتر هذه الصفقة وعد عودة اللاعب، أتوقع نجاح وراح يبدع وراح يكون من الأهداف في ثنائيته مع لوتار، وراح يفيد الفريق تكتيكيا. وعودة الإنتر اللاعبين واللاعب سعيد في وجوده بهذا الفريق، راح يبدع نفسية اللاعب، نفسية اللاعب مع هذا الفريق، نفسية اللاعب واضحة. يعني لو ليفاندوسكي مثلا، خلينا نتكلم نظر مثال بليفاندوسكي، ليفاندوسكي بقى بايرن ميونخ نفسيته ما يبي يبقى، يبي يروح، هل يبي يعود للفريق؟ مو عاجبه مع تشيلسي، نفس الشيء لوكاكو مو عاجبه مع تشيلسي، هذاك مو عاجبه مع بايرن، فلو بقى مع بايرن ما راح تشوف ليفاندوسكي اللي نعرفه، نفس الشيء هذا لو بقى مع تشيلسي ما راح تشوف لوكاكو اللي نعرفه. فأهم شيء اللاعب انه يكون انا راضي بلعب مستانس عندي ثقة بنفسي بس. صراحة شكرا لـ SVMMM، شكرا لهم، كل مقطع راح اسوي ردة فعل، وايد مقاطع يا جماعة راح اسوي ردة فعل، كل مقطع راح اشكر، كل مقطع راح اشكرهم. ما شاء الله يا جماعة، حساب على قناة على اليوتيوب نزل لك مهارات واهداف كل لاعب جدد، يعني رافينا راح اسوي لك كريسيس مني عندهم ما شاء الله. فيلا لايك شير سبسكرايب، انستغرام تحت الوصف، مع السلامة.